بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالأساتذة والحضور الكرام أجمل ترحيب. برعاية الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف المحترم رئيس جامعة تكريت، وبإشراف الأستاذ الدكتور باسم صالح حسين المحترم عميد كلية التربية للبنات، والأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد الحسين المحترم مدير مركز التعليم المستمر. يقيم مركز التعليم المستمر وبالتعاون مع كلية التربية للبنات دورة تدريبية بعنوان تطبيقات رياضية عن الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية ليومي الخميس والجمعة عند الساعة 8 مساء. الأساتذة المحاضرون في هذه الدورة كل من الأستاذ المساعد نهاد شريف خاف، ومحدثتكم الأستاذ المساعد إيلاف صباح عبد الواحد، والمدرس الدكتور عامر فاضل نصار، والمدرس المساعد نورة مازن شاكر. من أهم المحاور التي سوف نتناولها في هذه الدورة، ما هي أزمة المياه في العالم؟ وأزمة المياه في العراق، بالإضافة إلى الأراضي الصالحة للزراعة وتدهور الزراعة في العراق وحلول هذه المشاكل، والأشكال الهندسية التي تقوم برصف الفضاء والأشكال التي لا ترصف الفضاء، والتوزيع الأمثل للأراضي الزراعية. سوف نبدأ الآن بالجزء الأول من محاور دورتنا لهذا اليوم. محدثتكم الأستاذ المساعد إيلاف صباح من قسم الرياضيات في كلية التربية للبنات. كمقدمة عن الموضوع، أن المياه أهمية كبيرة في الحياة على الأرض، إذ لا يمكن العيش بدونها، حيث أن أول التجمعات البشرية قد أقيمت على ضفاف الأنهار، بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت على مر التاريخ كانت المياه ووجود الأنهار سبباً رئيسياً في قيامها، كحضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات، وحضارة وادي النيل على ضفاف نهر النيل. ما هو تعريف شحة المياه؟ تعرف شحة المياه بأنها خلل في التوازن بين الموارد المائية المتجددة والمتاحة والطلب المتزايد عليها. إذن شحة المياه هو الخلل في التوازن بين الموارد المائية المتجددة والمتاحة والطلب المتزايد عليها، والذي يتمثل بظهور عجز في الميزان المائي، إذ يتزايد باستمرار ويؤدي إلى إعاقة التنمية، وهذا العجز هو الحالة التي يفوق حجم الاحتياجات المائية فيها المتجددة والمتاحة، ويطلق على هذا العجز أيضاً تسمية الفجوة المائية. عندما يصل العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية تهدد بنية الدولة، فإنه يكون قد وصل إلى ما يسمى بالأزمة المائية. وما يثير الانتباه هي الأزمة الحاصلة حالياً في العراق، وتراجع حصة العراق من المياه من خلال تفاقم مشكلة الجفاف التي تحل هذا العام في عموم المناطق العراقية، وما يتميز به من وقوعه ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة بصيفه الحار وشتائه البارد، حيث تتفاوت درجات الحرارة بصورة كبيرة ومعدلات سقوط الأمطار ما بين 100 إلى 1270 ملم سنوياً. إن معظم الدول العربية تعاني من ندرة المياه العذبة والمتجددة سنوياً، وقد وصل في عام 2006 عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر العالمي من المياه، والذي حددته الأمم المتحدة بأقل من 1000 متر مكعب سنوياً للفرد، إلى 19 دولة. من أهم العوامل التي تؤدي إلى تردي التربة إلى جانب عدم اتباع طرق الري الحديثة كالتنقيط والتسميد والرش، هو تآكلها جراء الزحف الصحراوي باتجاه المناطق الزراعية. وتقدر المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في العراق إلى حوالي 364 ألف كيلومتر مكعب، أي بنسبة 83% من إجمالي مساحة العراق. ومن الظروف الطبيعية التي ساعدت على حدوث التصحر في العراق هبوط نسبة تساقط الأمطار، حيث تقل في أغلب مناطق العراق عن 150 ملم، ولا يتجاوز معدل الأمطار في الجنوب عن 40 يوماً وفي الشمال عن 70 يوماً.
انخفاض نسبة الرطوبة التي تعد مهمة أيضا جدا في الدورة البيولوجية للتربة. وتعتمد الأراضي الزراعية في العراق بدرجة كبيرة على الضخ، وسبب الارتفاع الفاحش لأسعار المشتقات النفطية الوقود والانقطاع المستمر بالتيار الكهربائي أثر مدمر وكبير على الإنتاج الزراعي. الأمن الغذائي، يعرف الأمن الغذائي بأنه إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة، أي بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي. أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع للمواد الغذائية كليا أو جزئيا. نأتي الآن، ما لك مقدمة على الموضوع، نأتي الآن إلى المحور الأول لدورة هذا اليوم اللي هو أزمة المياه في العالم. إن أزمة المياه أو شحة المياه هو مصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في العالم بحسب الطلب البشري عليها، وهذا المصطلح قد تم تطبيقه على حالة المياه في جميع أنحاء العالم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى. والجوانب الرئيسية لأزمة المياه هي ندرة المياه الصالحة للاستعمال البشري وتلوث هذه المياه. وفي عام 1990 بلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على مصادر مياه صالحة للشرب بحوالي 1.6 مليار شخص فقط في أرجاء العالم. ويخطئ الناس بالقول إن المحيطات تحتوي كمية كبيرة من المياه المتاحة، لأن كمية الطاقة اللازمة لتحويل المياه المالحة إلى مياه الشرب في أيامنا هذه باهظة جدا، الأمر الذي يفسر قلة إمداد العالم بالمياه الناتجة عن تحلية مياه البحر. المظاهر الرئيسية لأزمة المياه هي عدم كفاية الحصول على المياه الصالحة للشرب لنحو حوالي 884 مليون نسمة، وكذلك عدم كفاية الحصول على مياه تستخدم للصرف الصحي لنحو حوالي 2.5 أو 2.5 مليار نسمة، وكذلك نضوب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تناقص كبير الأغلال الزراعية. وأيضا سبب آخر هو الإفراط في تلوث موارد المياه، وكذلك الصراعات الأقليمية على الموارد المائية الشحيحة في بعض الأحيان مما يؤدي إلى حروب، وكذلك أيضا الأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظرا لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. رئيسي لوفاة الأطفال دون الخامسة. وكذلك في أي لحظة كانت نصف أسرة أسرت المستشفيات في العالم يشملها المرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بالمياه. ووفقا للبنك الدولي فإن 88% من جميع الأمراض سببها مياه غير صالحة للشرب، وعدم كفاية هذه المياه وكذلك سوء النظافة الصحية للماء. ركز تقرير الأمم المتحدة في عام 2066 على ورود ما يأتي، عفوا 2006 على ورود ما يأتي: هناك ما يكفي من المياه للجميع، وكذلك عدم كفاية المياه في كثير من الأحيان هي بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم وجود المؤسسات المناسبة والجمود البيروقراطي ونقص الاستثمار في القدرات البشرية والبنية التحتية. نأتي الآن إلى الآثار الصحية الناجمة عن أزمة المياه. هناك آثار صحية عديدة ناجمة عن أزمة المياه. وفقاً لآخر الإحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، فهناك ما يقدر بحوالي 884 مليون شخص محرومون من المياه الصالحة للشرب. وهناك 2.5 مليار دون مياه تستخدم للصرف الصحي. وكذلك انتشار الأمراض والوفيات للأشخاص الذين يستخدمون موارد مياه ملوثة. هذه الآثار واضحة بشكل خاص للأطفال في البلدان المتخلفة، حيث أن 3900 طفل يموتون يوميا بسبب الإسهال وحدهم. وعندما يقال أنه يمكن الحيلولة دون حدوث هذه الوفيات بشكل عام، فإن الوضع يكون أكثر تعقيدا، لأن الأرض تتجاوز القدرة الاستيعابية بالنسبة لحصول البشر على المياه العذبة. وفي كثير من الأحيان تعتبر التكنولوجيا المتقدمة
علاجا شافيا، ولكن تكاليف التكنولوجيا الباهظة استبعدت عدد من البلدان الاستفادة من هذه الحلول. أيضا من الأسباب الأخرى هي محدودية موارد المياه. لابد من الاعتراف بهذا إذا كان العالم مصر وأثيوبيا تمثل صعوبة أكبر لتطبيق هذه المفاوضات، ولا سيما نأتي الآن إلى لمحة عامة عن المناطق التي تعاني من آثار أزمة المياه. هناك العديد من دول العالم الأخرى التي تأثرت بشدة في مجال الصحة البشرية وعدم كفاية مياه الشرب، وفيما يلي قائمة جزئية لبعض من هذه البلدان التي لديها أعداد سكان متضررين والتي فقط من استهلاكها للمياه الملوثة. من هذه البلدان التي لديها سكان متضررين من المياه الملوثة هي السودان التي لديها حوالي 12.3 مليون شخص، وكذلك فنزويلا 5 مليون شخص، 2.7 مليون شخص، بالإضافة إلى تونس التي لديها 2.1 مليون شخص. إن المياه الجوفية تهبط في العديد من البلدان كما في شمال الصين والولايات المتحدة والهند على نطاق واسع بسبب الإفراط في استخدام الديزل والمضخات الكهربائية، وإن البلدان المتضررة الأخرى تشمل باكستان وإيران والمكسيك، وهذا سيؤدي في النهاية إلى ندرة في المياه والتخفيض في محصول الحبوب. وبالرغم من الإفراط في ضخ المياه من طبقات المياه الجوفية، حيث تعمل الصين على تطوير الحبوب، وعندما يحدث ذلك فإنه من شبه المؤكد أن ترتفع في أن يكون ارتفاع في أسعار الحبوب، وأن أكثر من 3 مليارات نسمة من المتوقع أن تضاف إلى عدد سكان العالم بحلول منتصف هذا القرن، والتي من المؤكد أنها ستضاف إلى البلدان التي تعاني بالفعل من نقص في المياه. وبدون انخفاض النمو السكاني سيكون من الصعب إيجاد حل عملي إنساني أو غير عنيف لهذا النقص الحاد في هذه المياه. وهنالك بلدان صغيرة ذات تعداد سكاني كبير والعجز الكبير في المياه مثل الجزائر ومصر وإيران والمكسيك وباكستان. 4 من هذه البلدان تستورد نسبة كبيرة من الحبوب، وتظل باكستان فقط مكتفية ذاتياً. ومع زيادة عدد السكان 4 ملايين في السنة، من المحتمل قريباً ظهور السوق العالمية للحبوب. حتى الآن القسم الأكبر من أستراليا يكون صحراوي أو شبه قاحل يونيو حزيران 2008، حيث حذر فريق من الخبراء لفترة طويلة من أضرار بيئة شديدة لكامل حوض المواري في أستراليا، وفي حال لم تحصل على ما يكفي من المياه بحلول تشرين الأول أكتوبر، فإن القيود على المياه الجوفية حالياً في كثير من المناطق ومدن أستراليا تستجيب للنقص المزمن الناجم عن الجفاف، حيث أكد الخبير البيئي تيم فلانرلي الحائز على جائزة أستراليا في عام 2007 أنه توقع ما لم تقدم تغيرات جذرية فإن مدينة بيرث في أستراليا ستصبح أول مدينة مهجورة في العالم لعدم وجود مياه للحفاظ على سكانها. إن بناء محطات معالجة المياه الصرف والحد من الإفراط في المياه الجوفية هي من الحلول لمشكلة المياه العالمية. يمكن للبلدان النامية التي تسعى إلى تحقيق معالجة مياه الصرف الصحي وتحليلها لتقليل التأثيرات السلبية على مياه الشرب والنظم البيئية. ويمكن للبلدان المتقدمة النمو أن تتقاسم التكنولوجيا بما فيها التقليل من التكلفة لمعالجة المياه المستعملة، بل أيضا المساهمة في أنظمة النقل والنمذجة على المستوى الفردي.
وأن الناس في البلدان المتقدمة يمكن أن تنظر إلى نفسها وتحدد من الاستهلاك المفرط، مما يقلل من الضغط على استهلاك جميع أنحاء العالم، وبخاصة الأراضي الرطبة والمناطق المطلة على البحر الأبيض والمتوسط. وهذه التدابير ليست فقط للحفاظ على النباتات والحيوانات، بل تؤثر أيضاً على دورة المياه الطبيعية. وهناك أيضاً مجموعة من التقنيات الغير معقدة التي تتركز حول استخدام الطاقة الشمسية لتقطير المياه في درجة حرارة أقل من درجة الغليان، والفكرة هي أن مصدر المياه يمكن تحليله. كيفية تحلية المياه؟ هناك ابتكارات تكنولوجية جديدة تسهم في الحد من التكلفة الباهظة للتحلية تحلية المياه، والعديد من البلدان بدأت في بناء محطات تحلية المياه باعتبارها عنصراً صغيراً في معالجة أزمة المياه. مثلاً سنغافورة تقوم بتحلية المياه بتكلفة 49 سنتاً أمريكياً للمتر المكعب، وكذلك تعالج مياه الصرف الصحي بطريقة التناضح العكسي من أجل الحصول على مياه الشرب والاستخدام الصناعي. كذلك الصين والهند هما الأكثر البلدان اكتظاظ سكانا، تقوم بتحلية مياه البحر لتوفير جزء صغير من تلبية احتياجاتهم المائية. وفي عام 2007 كانت باكستان قد أعلنت خططا لاستخدام طريقة لتحلية المياه، وكذلك استراليا أيضا تستخدم تحلية المياه. وفي عام 2007 وقعت برمودا عقدا لشراء محطات لتحلية المياه، وأكبر محطة لتحلية المياه في الولايات المتحدة هي في خليج تامبا في ولاية فلوريدا، والتي بدأت بتحلية 25 مليون غالون أي ما يقارب حوالي 95 ألف متر مكعب. بعد تحلية المياه في الجبل في المملكة العربية السعودية تم ضخ ما يقدر بحوالي 120 كيلو مترا إلى داخل الأراضي من خلال خط أنابيب إلى العاصمة الرياض. وأكبر محطة لتحلية المياه في العالم موجودة في جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة من المرحلة الثانية فيها، وهي ذات الغرض المزدوج التي تقوم باستخدام طريقة متعددة المراحل قادرة على إنتاج حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. وإن الترشيد في استهلاك المياه هو الحل الأهم لأزمة المياه، ولكن بالرغم من استخدام طاقات هائلة لتحلية هذه المياه وبالرغم من الأرباح الاقتصادية والبيئية، تعتبر تحلية المياه هي الحل الأخير لكل من التكاليف لكل هذه التكاليف التي تستمر بالهبوط. نأتي الآن إلى المحور الثاني اللي هو أزمة المياه في العراق. أشارت العديد من الدراسات والبحوث المختصة بمستقبل الشرق الأوسط منذ بداية القرن 21 ولغاية الآن إلى أن الأزمة الحقيقية التي سوف تواجه شعوب المنطقة قريبا هي أزمة المياه. ومن الطبيعي جدا أن يكون العراق أحد أبرز الأطراف المتأثرة بالأزمة نظراً لأن منابع نهري دجلة والفرات تقع خارج أراضيه ويمتدان لمسافات غير قليلة في الأراضي التركية. يثير ملف شحة المياه في العراق التساؤل مجدداً حول إنجازات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003، فعلى الرغم من الموارد المالية الاستثنائية التي تدفع على البلدان بضيعة هذه السنوات الماضية، إلا أن جهود الحكومة في تحقيق الأمن والسلام والرفاه وتأمين الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي. وما يثير الاستغراب والغضب أيضاً التعذر بقلة التخصيصات اللازمة لتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة المياه في عموم المحافظات. ومن جانب آخر يتصدر فشل الدبلوماسية العراقية أيضاً الموقف بامتياز نظراً لضعف أداء وزارة الخارجية في ممارسة الدور الفعال في تعزيز مصالح العراق وخصوصاً بالنسبة إلى تركيا. كما اعتاد البلد في ملف الأمن والاقتصاد، فإن ملف المياه أيضاً سيخضع لسياسات ردود الفعل بدلاً من اعتماد الاستراتيجيات الوقائية المعتمدة في الدول التي لها حكومات وطنية وطاقم فنية موزعة على المؤسسات الحكومية.
طبقاً للتخصص والخبرة والممارسة. من الأسباب الرئيسية لشحة المياه تلازمت عدة تحديات في تفاقم أزمة المياه في العراق، لعل من أبرز هذه الأسباب هي أولاً انخفاض مناسيب المياه المتدفقة من دول الجوار، حيث وصلت لقرابة 50% مقارنة 50% مقارنة بالسنوات القليلة السابقة، خصوصاً من نجارة تركيا، وقد أسهم ذلك في انخفاض الخزين المائي في نهري دجلة والفرات. وكذلك التغير المناخي الذي تشهده معظم بلدان العالم وتعاني منه المنطقة بشكل خاص، وما تتبعه من هبوط حاد في الأمطار خلال الأعوام الأخيرة. أيضاً سبب آخر التجاوزات المتزايدة على الحصص المائية سواء في المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة كانت وما زالت سبب آخر في شحة المياه. التحديات الفنية التي تواجه وزارة الموارد المائية نتيجة انخفاض التخصيصات المالية اللازمة كالترسبات الطينية الكامنة في نهري دجلة والفرات. على سبيل المثال، يوجد في بغداد وحدها حوالي أكثر من 20 مليون طن من الترسبات الطينية في قاع نهر دجلة، حيث يتطلب هذا الأمر إلى كريها ونقلها خارج حوض النهر شمالا وجنوبا قرابة حوالي 217 مليار دينار. وأيضا انعدام الوعي بين الجمهور بأهمية الماء وضرورة الحفاظ عليه وترشيد استخدامه، فقد أدى ضعف الوعي المجتمعي إلى عدم القدرة على تنظيم الاستهلاك المائي بطريقة جيدة وتفاقم ظاهرة الهدر والإسراف في استخدام المياه، خصوصا مع وجود تجاوزات خطيرة على شبكة المياه لكافة محافظات العراق. أيضا السبب الآخر ضعف الإجراءات الحكومية الرادعة بحق المتجاوزين على شبكة المياه والحصص المائية المقررة، وضعف أنظمة الجباية والغرامات مما زاد من حجم التجاوز والهدر في المياه. وتخلف وسائل الري واستخدام طرق الري البدائية في إرواء المحاصيل الزراعية أيضا أسهم في تفاقم أزمة شحة المياه. واحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة المياه هو عدم التواصل لحلول عقلانية خلال العقود الأربعة مع الدول المتشاطئة للعراق، كان ربطها بملفات لا تمت بصلة للمياه وإنما ارتبطت بملفات سياسية وأمنية. شح الوطن العربي هو الخطر القادم. الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق، فهي لا تمثل أكثر من 3% فقط من مجمل المياه الموجودة في كوكبنا الأرضي، و 20.6% من هذه النسبة على هيئة جليد، و 21.8% مياه جوفية. والكمية المتبقية من هذه المياه بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسؤولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية. أما عن المياه في الوطن العربي فبالرغم من أنه يضم 10 مساحات اليابسة فإنه يصنف على أنه من 10 من المساحات اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة مصادر المياه العذبة، إذ لا يحتوي إلا على أقل من 1% فقط من كل من الجريان السطحي للمياه وحوالي 2% من الإجمالي الأمطار في العالم. فقد قرر الوطن فقر الوطن العربي فيما يتعلق بما وحوالي 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع. من هنا نتبع أهمية الالتفات إلى قضية المياه التي تكون أساس متعلق باستخدامها وترشيدها وزيادة كميتها. استهلاك المياه، تضاعف استهلاك العالم العربي من المياه 5 مرات خلال 50 عاما الماضية، وينحصر الاستهلاك الحالي في مجالات الزراعة والصناعة والشرب،
ويقدر الاستهلاك السنوي بحوالي 230 مليار متر مكعب، منها 43 مليار متر مكعب يستهلكها في الإنسان في الشرب والصناعة، و187 مليار متر مكعب في الزراعة. من الخطر التي يقترب منه الأمن المائي العربي مهدد بخطر المياه هو وجود منابع أو مرور أهم مصادر المياه العربية المتمثلة في الأنهار الكبيرة في دول غير عربية، كما هو الحال في نهر النيل بمنابعه الأثيوبية والأوغندية، وفي نهر دجلة بمنابعه التركية والإيرانية، ونهر الفرات بمنابعه التركية، وأخيرا كما هو الحال في نهر الأردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية مقيدة بتصرفات الدول التي تنبع منها هذه المياه، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المياه وسيلة ضغط تستخدم ضد الدول العربية في ظل الخلافات السياسية بين تلك الدول وعدم تعارض المصالح، أو عفوا عند تعارض المصالح فيما بينها. احتمال نشوء نزاعات أقليمية بين دول عربية تمر بها نفس الأنهار، حيث يمر نهر النيل بمصر والسودان، ويشترك الأردن وسوريا ولبنان في نهر الأردن، كما أيضا يتشارك سوريا والعراق في نهر الفرات. إن الزيادة السكانية المطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه بسبب محدودية موارده، حيث تشير الإحصاءات تقرير للتعداد السكان في العام إلى زيادة تقدر في العام عفوا في العام 2030 إلى زيادة تقدر بثلاثة أمثال ما كان عليه في عام 1990. وقد روج في السنوات الأخيرة الحديث عن أزمة المياه واحتمال أن تكون أحد أسباب الحروب في المنطقة العربية، وكان من أهم هذه الأسباب هو تناقص المخزون المائي العربي وتدني معدل المياه المتاحة إلى ما دون المعدل العالمي، وكذلك الاستيلاء والاستغلال غير الشرعي لموارد المياه العربية، وتزايد الطلب على الماء نظرا لتزايد الاحتياجات الإنسانية والتنموية، ووجود منابع المياه الرئيسية خارج المنطقة العربية، حيث أن ثماني دول مجاورة للدول العربية تتحكم بأكثر من 85% من منابع المياه الداخلية التي أصبحت مهددة بسبب إنشاء مشروعات مائية تشكل تعدياً على الحقوق العربية في المياه المشتركة، وعدم وجود أو تقادم الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين دول المنابع غير العربية المجاورة ودول المصب العربية. هذه الأسباب وما شاكلتها أوجدت بيئة وجعل من ندرة المياه في العالم العربي أحد أهم الأخطار المهددة للعالم العربي في المستقبل غير البعيد. نأتي الآن إلى المحور الثالث لدورتنا لهذا اليوم، اللي هو الأراضي القابلة للزراعة. الأراضي الصالحة للزراعة أو الأراضي القابلة للزراعة، هي الأراضي الصالحة للزراعة هي الأراضي التي يمكن حرثها واستخدامها لزراعة المحاصيل، وهو مصطلح جغرافي يشير للأراضي التي يمكن استخدامها للزراعة، وقد تبلغ على الأرض ما يقارب 57.5 مليون ميل مربع، والتي تتطلب مناخا معتدلا لا حار جدا كالصحراء ولا بارد جدا كالقطب، وتربة مسامية أي أيضا لا صخرية ولا رفيعة، وماء عذب بقدر لا مالح ولا مفرط، وبيئة نظيفة مغذية لا ملوثة ولا فقيرة للمغذيات. الأراضي الصالحة للزراعة في العراق، حيث أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن الأراضي الصالحة للزراعة في العراق بلغت حوالي أكثر من 23.4 مليون دونم خلال عام 2017، وظهرت أعلى مساحة منها في محافظة نينوى بواقع 5.5 مليون دونم. وأضاف الجهاز إلى أن مجموع المساحات المستغلة للزراعة والمزروعة حالياً بلغت حوالي 11.4 مليون دونم. ورغم وجود مساحات شاسعة في العراق صالحة للزراعة، إلا أن نصف الأراضي الصالحة للزراعة هي فقط
الناجم عن نهري دجلة والفرات والمياه الجوفية فضلا عن مياه الأمطار. قطاع الزراعة يعد أكبر مستهلك للمياه، حيث يعد قطاع الزراعة المستهلك الأول للمياه في العالم، تشكل حوالي نسبة الاستغلال نحو 70% من إجمالي المياه العذبة المسحوبة من البحيرات والممرات المائية ومستودعات المياه الجوفية في العالم، وتشكل هذه النسبة أكثر من 90% في العديد من البلدان النامية، حيث توجد نحو حوالي 3/4 الأراضي الزراعية المروية في العالم. والمعروف أن شحة المياه أشد حدة في المناطق الأكثر جفافا في العالم، والتي تعد موطنا لأكثر من ملياري إنسان، نصف جميع الفقراء في العالم. وتعاني معظم البلدان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا شحة حادة في هذه المياه، وكذلك الحال مع بلدان مثل المكسيك والباكستان وجنوب أفريقيا وأجزاء واسعة من الصين والهند. إن هطول الأمطار وزيادة درجة الحرارة تأثير أيضا، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من مناطق في العالم شحة في الموارد المائية، وقد انخفض متوسط نصيب الفرد السنوي فيها من المياه المتاحة في السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة جدا، حيث قالت جولجيا بينكال كبيرة أخصائي إدارة الموارد الطبيعية بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن التقديرات الحالية ترتكز على أنماط ثابتة لهطول الأمطار، لكن التوقعات العالمية الخاصة بتغيير المناخ تشير في حقيقة الأمر إلى انخفاض نسبة هطول الأمطار بواقع 20 إلى 40%، مع زيادة درجات الحرارة مما يعني زيادة معدل التبخر. واستنادا إلى هذه المؤشرات المتاحة، فإن نسبة متزايدة من سكان بلدان هذه المناطق ستسعى إلى تدبير احتياجاتها من المياه في ظل تناقص الكميات المتوفرة. وإلى هنا تنتهي محاور دورتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل يوم غد يكون تكملة لمحاور دورة هذا اليوم. أساتذة الكرام، إلى هنا انتهت دورتنا لهذا اليوم. الآن راح نفتح الرابط الحضور، ونفتح أيضا الشات لأي شخص عنده سؤال أو استفسار حاضرين للإجابة عنه. لطفا أساتذة، أي سؤال أو استفسار يكتب على الشات، واللي يحب نفتح له المايك للمحاورة أو إبداء رأي حاضرين. شكرا جزيلا، بارك الله بكم. بالعكس، شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا سلمى، بارك الله بالجميع. هذا رابط الحضور. ست إسراء، بالنسبة للشهادات تنشر على موقع التعليم المستمر لجامعة تكريت على الفيسبوك، وأيضا موقع جامعة تكريت على التليجرام. بشرح هذا موقع الجامعة التكريت على التليجرام، رابط التليجرام، هذا رابط التليجرام، هذا رابط التليجرام لمركز جامع التعليم المستمر لجامعة تكريت. أساتذة أي سؤال حاضر للإجابة عنه، ولو هذا الموضوع شاسع وطويل، وإن شاء الله راح نكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله يوم غد تكملة من ناحية، راح ناخذ بالبداية عن المياه وعن الزراعة، وبعدين راح يكون له علاقة نطبق التطبيقات الرياضية حتى نشوف الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي الزراعية وفق قوانين الرياضيات. يعني إذا طبقناه مثلا بشكل أرض زراعية على شكل مربع أو مستطيل، أيهما أفضل من ناحية استهلاك الماء
أو يعني يكون تطبيق أحسن وأفضل إن شاء الله للجميع. دكتور جاسم، نعم، التصحر والجفاف طبعا هو السبب الرئيسي في تدهور الزراعة في العراق. طبعا هذا الشكل يعني الشيء الرئيسي والأساسي. دكتور حيدر، إن شاء الله المحاضرة بعد ما نكمل إن شاء الله دورة يوم غد، إن شاء الله تكون المحاضرة على شكل PDF موجودة برابطة بالتليجرام على موقع التعليم المستمر. دكتور أياد، إن شاء الله تكون التطبيقات الرياضية حول الاستخدام الأمثل إن شاء الله اليوم هو عبارة عن مقدمة عن الموضوع، وإن شاء الله يوم غد دكتور عامر وأستاذ نهاد إن شاء الله راح يكونون يشرحوننا بصورة وافية إن شاء الله وملمة عن الموضوع عن التطبيقات الرياضية لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية. هذا الرابط. نعم دكتور جاسم، لا بد من استغلال مياه الأمطار طبعا ويكون خزين عندنا حتى تفيدنا في أيام الماضية موجودة أمطار إن شاء الله. دكتور عليوي، تسجل اسمك على الرابط فقط وليس بالشات. نعم دكتور، فعلا نحتاج إلى دعم لاستغلال مياه الأمطار. شكرا جزيلا. بالعكس دكتور، بارك الله فيكم وجزاكم ألف خير. والله يا دكتور أحمد، ما الرابط موجود ويسجلون بيه ما شاء الله، بس احتمال حضرتك ما مفعل ولو هو على جميع الإيميلات. دكتورة إسراء، إعداد صح، إعداد احتمال الهاتف يعني موبايلك بخلل بالإعدادات، لكن الرابط يعمل ليس فقط على الإيميل الجامعي، على جميع الإيميلات، مو محددي بإيميل جامعي، على جميع الإيميلات. أعتذر ما أقدر أسجل من الشات، التسجيل يكون على الرابط حصرا، والرابط موجود ومفتوح لحد الآن ولم يغلق، وإن شاء الله ماكو أي مشكلة عند الجميع. وبالعكس ليش ما موجود صوت؟ الصوت أعتقد واضح يا الأساتذة، واضح كان صوتي أو ما موجود صوت؟ نعم دكتور أياد، إن شاء الله تكون محاضرة، وحضرتك تتفضل إن شاء الله وتكون أحد ضيوفنا يلقينا محاضرة عن السلاسل الزمنية وكيفية استغلالهم. نعم دكتور، فعلا الإنترنت ضعيف والدليل كل شوية الصوت يروح ويجي. يمكن أهلا وسهلا بالحضور الكرام، وبارك الله بالجميع، وشكرا جزيلا لحسن الإصغاء والاستماع، وإن شاء الله يكون لقاءنا يتجدد لكم ومعكم إن شاء الله يوم غد وفي نفس الموعد عند الساعة 8 مساء، وهذا رابط الحضور أيضا. وأهلا وسهلا بالجميع، ومتابعنا معكم إن شاء الله بعون الله يوم غد.